واحد بيقول قال السيد المسيح للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ولم يذكر الكتاب المقدس ان اللص اليمين كان معمد، فكيف اذا يدخل اللص اليمين الفردوس دون عماد؟ اولا في ذلك الوقت لم تكن شريعة العماد قد وضعت في الكنيسة المقدسة بعد. السيد المسيح قال لتلاميذه بعد قيامته وقبل الصعود اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوها، لكن ساعة الصلب ما كانش فيه الوصية دي، لأول نقطة. تاني نقطة إيماننا في المعمودية إنها موت مع المسيح وقيامة معه، واللص اليمين هو أول واحد في الكنيسة المقدسة مات مع المسيح فعلا. يعني إحنا بنموت مع المسيح في المعمودية بنموت طقسا، لكن هو مات فعلا. فأحسن عماد هو يختص باللص اليمين. غالبا الشك ده جالك من تعليم بروتستانتي، انا عارف مصدره، فياريت ما تقراش او تستمع الى التعليم الغريب.